تحدثنا عن اللهجات العربية القديمة، ولابد هنا من أن نعرف حقيقة ما دعي باللغة العبرية. يحدثنا عنها الأستاذ الدكتور بهجة قبيسي. الواقع بأن موضوع العبرية والصهيونية هي موضوع في هذا القرن العشرين والقرن 21 أخذ حيزا كبيرا من أذهان الناس والعالم وفي العالم كله. نشأت عنه ما نسميه بالمسيحية المتصهينة، وأيضا لدينا فكر عربي يميل إلى ذلك قليلا. لن أستفيض في هذا الموضوع كثيرا، لكن سأدخل في الموضوع مباشرة. قالوا حسب الفكر التوراتي، وهنا أود أن أعطي مقدمة جدا هامة لنقول، لقد كتب التاريخ القديم حسب الفكر التوراتي والفكر الإغريقي، وأحيانا نجد تناغما بينهما. لذلك أن أسلوب تصحيح هذا التاريخ هو وثائق الأرض الكتابية وماذا تقول. إذن هذا هو منهجنا في تصحيح هذا التاريخ. أنيا سألجأ ما قالوهم في التوراة، ما قالوه ليس لدينا أثر. قالوا أرض الميعاد بالنسبة لهم حسب الكاتب لها عدة مجالات. الموضوع الأكبر بأن أرض التوراة هي من الفرات إلى النيل، حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. القسم الآخر يقول لا، بأنها هي يهودا والسامرة حسب زعمهم، والتي لم نجد أثرا لها أثرا لها. والبعض يقول بأنها أورشليم التي ادعوا بأنها القدس، وهناك خلاف كبير ما بين القدس وأورشليم، إن اسم القدس القديم هو القدس وليس أورشليم. وفي هذه العجالة أقول هناك أورشليم كما تقول مارغريت شتاينر، لكن لنبحث عنها في حيز آخر سوى القدس. يقول يوسوفيوس كنا نرى أورشليم من القدس. عندما دمرها هدريان عن بكرة أبيها وجعلها كالصحراء، سمى القدس إيليا، اسمه إيليوس هدريانوس، أعطاها اسمه. كيف أعطي اسم للقدس باسم إيليا وأنا مدمر القدس عام 135 ميلادي؟ على كل بعد هذه المقدمة عن أرض والجغرافية آتي إلى الموضوع اللغة. موضوع اللغة الواقع موضوع جدا هام، وهو لا أقول معقد، لكن أقول بأن الفكر العربي، الفكر الغربي مستوي منتهيين منه، لكن أيضا الفكر العربي لدي في سبيل تصحيحه أحتاج إلى الكثير من الوقت. مثال، جميعا نعتقد بأن التوراة هو أقدم نص موجود لدينا، فما دام التوراة موجود بين يدينا إذا هو أقدم شيء مكتوب، هذا فكر طبيعي لأنه اليهودية قبل المسيحية. ثم نأتي إلى المسيحية، ثم نأتي إلى الإسلام. نأتي إلى موضوع التوراة. أود أن أتكلم عن حقائق تاريخية، ليس إلا إن كافة الكتابات القديمة حتى عام 259 قبل الميلاد ليس لدي وثيقة، ليس لدي وثيقة عن التوراة ولا عن اللغة العبرية بشكل أو بآخر. 259 قبل الميلاد، عندما أنسب إبراهيم حسب اعتقاد بال1900 قبل الميلاد، حسب اعتقاد ليس لدينا. نحن لا ننكر وجود إبراهيم بال1900، لكن نقول لنبحث عن سلم تاريخي آخر سوى ال1900. على كل إذن موضوع الكتابة جدا هام، لكنهم دخلوا في اللعب. ويقول إسرائيل ويلفنسون في كتابه اللغات السامية مثلا، يصادر الحرف الكنعاني الآرامي ويسميه الحرف العبري القديم. حرف كنعاني آرامي، ليس لدي حرف عبري الذي أجده الآن، ليس لدي نهائيا. طيب، لدينا أشياء هي بادية لنا حسب الكتابات. نأتي إلى موضوع التوراة. من الهام أن أبدأ هذه البداية إن أقدم نسخة للتوراة موجودة إلي الآن تاريخ 950 ميلادي وليس قبل الميلاد. أقدم نسخة، عندما تكلمت عن 259 هو نص صغير عبارة عن 10 أسطر من سفر التكوين أشار إليه إسرائيل ويلفنسون في كتابه، علما بأن شكل الخط يختلف نهائيا عن شكل الحرف العبري المستعمل المستخدم اليوم. فنحن حسب المواضيع البادية لنا نقول نحن لا ننكر التوراة، لكن لدينا أشياء واضحة لدينا.
قيل بأنه عام 259 قبل الميلاد، عندما أتى بطلميوس الثاني وترجم التوراة عام 279 من، حسب قول من العبرية، ليس لدي عبرية لكن سأمشي، إنما الواضح التوراة. عندما ترجم التوراة إلى اليونانية لدينا في موضوع الترجمة هذا النص. النص الأساسي ليس موجود لدينا، لدينا النص تمام. اليوناني لدينا النص اليوناني تمام. أعيد ترجمة النص اليوناني إلى ما سموه بالعبرية، فلي أقول بأن العبرية موجودة. أنا أعلم ما هي خواطر مخاطر الترجمة. يعني مثال، عندما أترجم كلمة الردى إلى الإنجليزي أقول the death، الردى the death. عندما أعيد ترجمته لا أقول الردى، أقول الموت. أيوة تماما. فهنا في عملية الترجمة لدينا فراغ كبير. إذن عام 259 قبل الميلاد أستطيع أن ألمح أول ملامح هذا التحريف. أتوني في القرن الثالث ميلادي، وهذا جدا هام، أبدلوا سبعة أحرف موجودة مجموعة بكلمة بجذكف. الباء أصبحت في، الجيم جيم، الكاف خاء، الفي بي، بجذاك والفي بي والثاء تاء. كلمة هلك بمعنى ذهب تمام. أصبحت هلخة في القرن الثالث عندما بدلت الأحرف. أنت ذكرت في كتابك كلمة حاخام مثلا، هي من حاخام، هي حاكم الحكيم يعني. الحكيم تمام تمام. وبين قوسين يعني أن أقدم لغة موجودة لدينا بالأبجدية هي لغة أوغاريت، بلغة أوغاريت أتت حكيم وليست حاخام. إذن في عملية التغيير هذه الستة أحرف وكأني غيرت حدود 20-22% من اللغة تمام. فرق بين أقول هلك وهلخ. أتينا إلى القرن العاشر تاسع تاسع عشر ميلادي. النهضة الثقافية العربية في القرن الثالث الهجري، ما تقريبا القرن التاسع ثامن تاسع ميلادي، كان في أوجه، واليهود أخذوا دورهم. من أمثاله مثلا يهودا بن قريش، لينتبه إلى الاسم، الاسم يهودا بن قريش، موجود في القاهرة. فقاموا بتأليف، هم يريدون أن يجعلوا من الدين قومية، والقومية هي بحاجة إلى لغة، لذلك بدأوا يؤلفون لغة ما سميت باللغة العبرية الحديثة، التي بين الحديثة نسبيا لأن لدي عبرية أحدث من الحديثة أيضا. هذا ما نريد أن نعرفه، ما هي مراحل التي مرت بها هذه التي دعوها اللغة العبرية؟ تكلمت أنا. الموجود ما بين يدينا، أقدم كتابات لهذا الحرف الحرف المخترع اللي نسميه أنين الحرف العبري، وما سموه زورا وبهتان بالحرف الآرامي المربع حتى ينسبوا لهم. أقدم نقوش لدينا هي نقوش الجنيزة في القاهرة في مصر، آلاف من هذا الخط تعود إلى أي قرن؟ استعمل للقرن العاشر ميلادي، تاسع عشر ميلادي. والغريب انه في هذه اللغه هم ارادوا ان يكتبوا موضوع ما نسميه بالشفره، يعني انا بدي اكتب لك مكتوب، اكتبه باللغه العربيه بحرف لاتيني تمام. ما حدا بيعرف لاتيني، بتقري انه وياك سوا تمام. فكثير من هذه النصوص هي عربيه فصيحه لكن بحرف هذا الحرف الذي اخترعوه في القرن ما بين الثامن او التاسع او العاشر ميلادي، لكن ظهر لدينا بشكل جلي في القرن العاشر ميلادي وكتبوا التوراه به. ثم اتوا الى منطقه طبريه ليعطيه عمقا وقالوا هذا كتابة الماسوريين. من هم كلمة ماسوري هنا؟ البعض يقول بأنه وجدوه في ماسورة، وإني أقول لا، أخذوه من كلمة المأثور العربية بأنه هذا ما أتى من ماسورة. على كل، ليس هناك متعارف عليه يعني تمام. إن كان من الماسورة أو من المأثور على كل، ودعوا هذا القدم في المنطقة. طيب بحثنا عن موضوع الخط، لم نجد هذا الخط نهائيا. عندي في منطقة سوريا سيكتبيكم وسوريا الطبيعية، عندي نقد زبد من أقدم النقوش في خط الجزم العربي العدناني اللي منكتب فيه، لم نجد الحرف العبري. عندك نقش حران كذلك الخط العربي قبل الخط العبري. عندك نقش أم الجمال
الأول وأم الجمال الثاني، هذه النقوش التي عرفت في هذه المنطقة لم نجد فيها هذا الحرف. إذن من هنا نقول بأن العملية تأليف بتأليف، أرادوا أن يجعلوا من الدين قومية، القومية بحاجة إلى لغة، بدلوا الكتابة وأضافوا الأحرف الصوتية في القرن العاشر. ما أود أن أشير إليه وهنا أن نقول عن موضوع النقوش، نقوش الأرض، أن الآرامية القديمة التي كان يتكلم بها السيد المسيح وما قبله والكنعانية، أن تصريف الفعل هو كتصريف الفعل في العربية الفصحى تماما. كتب فعل كتب موجود عند إياب الكنعانية والآرامية، كتب يكتب أكتب نكتب، هذا لا أجده لا في العبرية ولا في السريانية التي بعدت نوعا ما وتأثرت باليونانية بالشمال. إذن هذه مواضيع جدا. طيب أنت ذكرت دكتور أنه العبرية، هي العبرية القديمة أو ما يدعى بالتوراتية، هي مزيج من الآرامية والكنعانية، هكذا هم يقولون، لم أقل أنا. تمام. أنا لم أقل، قالوا هم بأن التوراة مؤلفة من مزيج من الكنعاني والآرامي، أكتريته كنعاني، إنما الآرامي موجود في سفري، في سفر دانيال بكامله وأجزاء من سفر عزرة. إذن هي لهجة عربية قديمة. مع ذلك آرامية أو كنعانية. ومع ذلك والشيء الهام أيضا، لم نجد يعني اللهجة الكنعانية ولا الآرامية داخلة من حيث تصريف الفعل. تمام. يعني نحن كنا، وأنا لا أنجي نفسي من هؤلاء، كنا نعيد ما يقولون، لأن علماء عم يذكروا هذه الأشياء. هذه الأشياء بعيدة. طب إليعازر بن يهودة ما هو دوره في العبرية اليوم؟ الواقع كانوا شلة، خلينا نسميهم مجموعة، اتفقوا على التغيير وبدأوا بتأليف اللغة. يعني من أحد الأقوال الجميلة أو الأسئلة التي عرضت على يهودة بن قريش وهو يؤلف الكلمات، أو خلينا نسميه القاموس أو الكلمات العبرية، فوجدوا كلمة فيها شيء من ما نسميها بالفاندال، لغة الفاندال بالأندلس. قالوا لها فهمنا هي ليست من اللغات المحلية. قال له كافة اللغات لدينا مقدسة. يريد أن يصنع شيء. تمام. أي لغة هي مقدسة؟ إذا تكلمنا عن لغة التوراة، لغة التوراة ليست أصيلة ملعوب فيها، لكن المصيبة الأعتى بأن لدي عبرية حديثة تاريخها 1922 ميلادي، يعني قبل 90 سنة اخترعوها. هي لغة الراديو اللي منفهم عليها شيء، وهي خليط من لغة، من شيء من العبري وشيء ما سمي بالعبري. طب. وشيء من لغة اليدش. اليدش أيضا هي خليط من الألمانية والبولونية والروسية. هذا الخليط كله، لذلك لا أجد أصالة في هذا الموضوع. تمام. من يومين أعدنا قراءة نقش ميشع، أعطيك النقش مؤلف من 441 كلمة، ما نسبته 82.3% وجدناه في قاموس لسان العرب لأنه مصروف في لغتنا. تمام. عندي بحدود 8.5% في شيء من العبري، لكن 8.5% أيضا فيه ما نسميه بالمشترك اللفظي. ما هي المشترك اللفظي؟ كلمة إسرائيل موجودة عنده، موجودة عندي. كلمة عمري موجودة عنده، هذا مسمي. فإذا أخذنا النسبة هدول سميهم بالنص، رجعنا للنسبة القديمة التي كنا نقولها بأنه 86% من الآرامية القديمة موجودة في قاموس لسان العرب. تمام. 11.2% موجودة في لهجاتنا العاميات، برا جوا كنار، هذه الكلمات هي موجودة، فلذلك بالنسبة إلنا. لكن هنا أود أن أشير إلى آخر نقطة، يعني جميعا نحن مرتبط ذهننا بشكل الكتابة. الكتابة ليست عربية إذا اللغة معربية، لا. أيوة. إن اختلاف نمط الخط لا يدل على اختلاف اللغة. الخط شيء واللغة شيء آخر. كثيرا إلى القرن الماضي كافة البرقيات من دمشق إلى البرازيل ترسل بلغة عربية بحرف لاتيني. طيب هل معناتها هذه لغة ليست تركية عربية؟ تركيا كانت تكتب بالخط العربي. كان استعمل الخط العربي. الواقع كلنا اعتمدنا على المستشرقين، ونحن نقسم المستشرقين ثلاثة أنواع: مستشرق منصف أمثال دوبون سومير عندما يقول في كتابه عن الآرامية إن الآرامية هي قريبة الصلة من الكنعانية والعبرية لكنها وثيقة الصلة باللغة العربية الفصحى. تمام. عندي مستشرقين
جمعوا لي مادة لم يقدموا ولم يؤخروا، وهؤلاء كثر. وعندي مستشرقين زوروا التاريخ من أمثال درايفر الابن، لأنه في درايفر اثنين. نأتي إلى درايفر، ماذا فعل درايفر؟ عندما أتت نقوش الأرض لتتكلم، يعني إذا قلنا بأن الأرض تتكلم عربي، فعلا الأرض تتكلم عربي، عندما وجدها أراد أن يصادر هذا الكلام. هناك قاموس اسمه قاموس جيزينيوس، قديم بال 1830-31 ميلادي. هذا القاموس هو قاموس لاتيني، تبع لي قاموس لاتيني، أخذ من الكنعانية وفي العراق ما نسميه المندائية، تمام. فساوى قاموس مقبول. عندما أتت كلمات الأرض أخذ الكلمات الأرض وأضافها، وأخذ القاموس كله، غير اسمه، سماه هيبرو أند إنجليش ليكسيكون أوف ذا أولد تيستمنت. إذن درايفر قام بتسمية النصوص التي ظهرت في النقوش القديمة بأنها عبرية، بأنها يعني عبرية، مسبقا قال بأن كل شيء يعني عبري وهذا هنا يدعون بأن العبرية أقدم لغات العالم. هذا ما أتى إليه بوستيري المصيبة. نحن مكرر، يعني كما قلت سابقا، مكرر ما يقول، لسنا أصحاب مادة. بوستيل بالعام 1537 لاهوتي في باريس يقول بأن العبرية والشعب العبري هو أقدم الشعوب. أتاني شلوتزر بالقرن التاسع بالقرن الثامن عشر وقال، أوجد لي مصطلح السامية والساميان. أتاني بعد ذلك أرنست رينان أطلق هذا المصطلح، ونحن نعيد بكل تلقائية، نحن ننقل ما يقول كل فرنجي برنجي، وهذا ما صح إلينا.